عاش. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بيكم في حلقه جديده من كبسوله علم. عمرك فكرت هل لو انت فقط فكرت بدماغك وتخيلت ان انت بتروح الجيم ودخلت انت فعلا بتعمل مجهود عضلي عنيف، هل فعلا العضله دي هتقوى ولا لا؟ تعالوا نتكلم في الموضوع قدام جرين سكرين، تابعونا. علماء في جامعة أوهايو سنة 2014 نزلوا بحث جميل جدا، كانوا عايزين يثبتوا فيه نقطة خطيرة جدا. هل أنت ممكن بالقوة العصبية أنك أنت تقوي عضلاتك من غير ما تلعب أي مجهود حقيقي على أرض الواقع زي الجيم أو شيل حديد أو أيا كان؟ التجارب كل ببساطة أن هم جابوا 29 واحد وقالوا لهم اقعدوا على الكرسي وثبتوا إيديهم لمدة شهر، وخلوهم كل يوم لمدة 11 دقيقة يركزوا قوي 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 في ايديهم الثابته دي، ويتخيلوا ان هم فعلا بيقووا العضله دي او بيشدوها او يعملوا فيها مجهود عضلي عنيف. لقوا ان بعد شهر من التجربه لقوا ان عضله الايد اللي متثبته كانت اقوى من الايد اللي ما بتعملش اي حاجه خالص وما كنتش مركز عليها دي بمرتين. وفي 2009 العلماء اكتشفوا ان لما بتتخيل انك انت بتلعب رياضه او بتلعب حديد او الى اخره، نفس المناطق اللي في المخ اللي فعلا بتشتغل خلال التدريب الحقيقي بتشتغل وانت بتتخيل. طب ايه الفايده ان انا اعرف حاجه زي كده؟ ايه الفايده ان انا اعرف ان لو انا تخيلت ان انا بلعب حديد المخ هيشتغل كاني فعلا بلعب حديد، او ان انا فعلا لو تخيلت ان انا بقوي ايديا عضلات ايديا هتقوى؟ ايه الميزه حاجه زي كده؟ انا استفيد بايه او المجتمع العلمي اصلا هيستفيد بايه؟ اولا ده هيصحح مفهوم خاطئ عنيف جدا عند العلماء، ان هو المخ هويه مختلفه عن الجسم. لا، الاثنين مترابطين، ده بيأثر على ده وده بيأثر على ده. اتنين، ده هيساعد اطباء العلاج الطبيعي في علاج الناس اللي عندها اصابات. بمعنى انت لما بيجي لك كسر ورجلك تتجبس او ايديك تتجبس، مش بعد ما تيجي تفك الجبس بعد شهر او شهر ونص بتلاقي ان ايديك او رجلك صغرت؟ هو انت مش متخيل رجلك صغرت؟ يعني انت بتسال واحد يقول لك اه لا يا عم ده وهم، انت متخيل ان رجلك صغرت؟ لا، هو فعلا رجلك صغرت. رجلك صغرت ليه؟ لان الجسم اكتشف ان انت بتستخدمش الرجل دي او الايد دي، فبالتالي هو مبقاش يدي لها غذاء كافي وبدا يسحب منها غذاء اللي انت ما بتشغلهاش. فيقول لك انا ليه استهلك طاقه ان انا اودي غذاء واسيب الغذاء ده كله موجود عند الحته دي، ما انا اسحب منها وخلاص. زي مثلا المساكين هو عندهم شلل، رجليهم بتصغر مع الوقت. ليه رجليهم بتصغر؟ ان الجسم بطل يستخدمها، فبالتالي ما بقاش مهتم بيها قوي. فده هيساعد اطباء العلاج الطبيعي ان هم يساعدوا المرضى الكسور ان هم يتخيلوا ان هم بيمرنوا المنطقه دي وهي متجبسه ومتثبته عشان يحاولوا يحافظوا على الكتله العضليه عند المنطقه دي وما يحصلهاش ضمور مع الوقت. واخيرا وده الاهم، لازم برضو تبقى فاهم ان برضو مهما تتخيلت انك بتلعب حديد وبتلعب جيم وبتجري ماراثون مع نفسك كده، برضو الرياضه الحقيقيه على ارض الواقع برضو ليها اليد العليا. لكن ده بيثبت نقطه خطيره جدا، ان لما ذا روك بيقول لك عنده حق، لان فعلا لما بتلعب رياضه من غير تركيز ما بتستفدش باي حاجه خالص، لكن لما بتركز بتزود نسبه الكتله العضليه والتمرين وممكن ده يفيدك اكتر. لو انت وصلت لحد هنا فانا احب اقول لك عاش يا وحش، ومتنسوش بقى تعملوا لايك وشير وسبسكرايب على الحلقه او القناه بتاعتنا هنا. ولو عندك اي تعليق على اسلوب الحلقه او على الفكره بتاعت الحلقه او معلومات اتقدمت في الحلقه، فانا بحب اسمع كل الاقتراحات واسمع منكم كل التعليقات بتاعتكم، سواء كتعليق تحت الفيديو او على صفحه الفيسبوك. ومتنسيش بقى تعمل بقى شير ولايك وزي ما قلت، وتشوف الحلقات اللي فاتت، سلسله كبسوله علم او سلسله علمي دليلي او سلسله معلومه على الهامش. واشوفكم بقى الحلقه الجايه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.